مرحبا، إذا كنت أب أو أم فأنت بالمكان الصح، لأنه مشاكل التربية ما بتخلص، وأنا هون لأقترح عليكم أساليب جديدة ومختلفة لتسهل عليكم عملية غرس القيم والأخلاق بالأبناء. حلقة اليوم رح تكون عن كيفية غرس قيمة التواضع. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة برحلتنا التربوية، سأكون معكم أنا نورة نحاس. كلنا منتذكر ونحن صغار كيف كانوا أهالينا يعاملونا، وكيف كنا نقول بيننا وبين حالنا بكرة بس أصير كبير أو أصير كبيرة رح أعمل مثلهم تماماً مع أولادي. وكنا دوماً نحاول نبين حالنا أنه كبرنا، نلبس لبس كبار ونحكي مثل الكبار، وحتى نتعالى على الأصغر منا لنثبت للجميع أنه نحن كبرنا. هالخواطر وهالأفكار ما أجت من عبس، كان سببها أنه كنا نلاقي أحياناً معاملة دونية، يعني بعبارة أخرى بعض الأهالي بيعاملوا أولادهم على أساس السيطرة والاستبداد، ودوماً بيعطوا نفس الجواب اللي بيزبط مع جميع الأسئلة يلي هو هيك أو من غير سبب، وبتفور هالأسئلة براس الأولاد وبيحاولوا يكرروا نفس الشيء اللي صار معهم لما يكبروا، وبتتكرر العملية من غير أي توقف. هذا اللا احترام يلي بيتلقوه رح يعيدوه مع غيرهم. لهيك رح أعطيكم اليوم 5 اقتراحات لغرس قيمة التواضع بالأبناء لعل تساعدكم على تغيير هذه السلسلة غير متناهية من تكرار نفس الغلط. 1. نرجع في كل مرة لأول خطوة في مسيرة غرس القيم وهي القدوة الحسنة. طبعاً القدوة إلها أثر كتير كبير في تعزيز أي قيمة، على الرغم أنه ما بتكفي وحدة، لكنها تعتبر أكبر مساعد لتسهيل عملية التربية السليمة. فلما بيشوف الطفل أو المراهق أمامه الوالدين عم يتصرفوا بتواضع معه أو مع غيره من الناس، فأكيد رح يكسب هذه الصفة ورح يكبر معه هذا الشعور لما يكبر، حتى وإن تمرد أحيانا بمرحلة المراهقة على سبيل المثال، فبالتأكيد رح تكون مرحلة تكبره أو ثورته أقل من غيره من المراهقين. ثانيا، المواقف اليومية وكيفية تعامل الوالدين أو الأبناء معها تعتبر خير معلم، فالتنظير يعتبر لوحة تعبيرية عن منظر طبيعي، ولا يمكن يعيشك بالجو غير أنك تطلع بنفسك وتحس بحرارة الشمس ونسمات الهواء وتشوف السماء بكل ألوانها. وهيك التربية، لا يمكن يتعلم الطفل إذا ما تعرض لمواقف مع أشخاص آخرين خارج المنزل، ويعتبر هذا لقاح جيد ليختبر قدرته على التواضع أمام المتكبرين أو المتنمرين، ويتحمل غلاظتهم وسخريتهم وكيفية رد هذا الأذى عن نفسه. فاسمح لأبنائك بالمرافقة والخروج إلى الحياة العامة، لكن تحت إشرافك، وخلي قنوات الحوار بينك وبينه دائما مفتوحة لتتبع كل أسئلته وتحضر للأجوبة المناسبة. ثالثاً، أنواع التواضع مذكورة في سورة لقمان وغيرها من السور. من الجميل جداً يكون بجلساتنا وحواراتنا وحكاياتنا للأولاد شرح لهالمعاني اللطيفة، والأجمل الإكثار من الحديث عن المصطفى صلوات ربي عليه، وخاصة أنه مع عظيم قدره عند رب العالمين وعند الصحابة الكرام، لكنه كان أكثر الناس تواضعاً وكان في مهنة أهله، وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويجالس الصغير والكبير. رابعاً، أكثر ما يمنع الأولاد من التخلق بالتواضع هو نظرة الآخرين إلهم، وخاصة الأشخاص المستهزئين والمتكبرين، وكأنه الطفل بيشعر بهدر لكرامته وإنه هو دون الآخرين. لا حل لهذا غير إنك ترجع لمنهج الأنبياء والرسل وتحكي على الأولاد عن مواقفهم مع أقوامهم، وكذلك برفع الإيمانيات بالغيب عند الطفل، بحيث أنه يعرف أنه صبره وتواضعه ليس إهانة لشخصه، بل هو رفع لقيمته في الجنة، فبيشعر بالتعويض عما فاته. خامساً والأخير، من الضروري جداً ما نخلط بين التخلق بخلق التواضع وبين الذل والمهانة وسلب الحقوق، لأنه فعلاً بعض الأطفال شخصيتهم ضعيفة جداً وبيحتاجوا لدعم دائم، والبعض جريئين وشجعان، فلكل طفل طريقة في التعامل ومقدار في الجرعات اللازمة لغرس قيمة التواضع. حتى لو كانوا أخوة بنفس البيت، فلكل طفل طريقة وأسلوب مختلف عن الثاني، فمراعاة الفروقات الفردية أمر هام جدا، وكذلك لازم يعرفوا أنه أخذ الحق وعدم السكوت عليه ليس تكبرا، وإنما هو استرداد للحقوق بشرط الأدب وعدم مجاوزة الحدود. هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، أتمنى يكون وصلت لكم اللي بدي إياه من خلق التواضع، وأتمنى أشوف تجاربكم وتعليقاتكم أيضاً، وسعادة ما أتمناها لكم ولأبنائكم ولكم مني. السلام.